مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة عبر منصات سودانية 24. وجه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان وجه ولاة الولايات بإنشاء مراكز لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية لمعالجة الأضرار التي لحقت بالناجيات من العنف والانتهاكات على يد ميليشيا الدعم السريع وتقديم الدعم اللازم لهن وحمايتهن. وشمل توجيه وزارة ديوان الحكم الاتحادي والرعاية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني بتكثيف العمل والتنسيق والتعاون مع المنظمات ذات الصلة لإنفاذ هذه التوجيهات. وأكد أن ذلك يأتي لمعالجة الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية الواقعة على الناجيات من العنف والانتهاكات. نفت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح وقوع قائد ثاني قوات الدعم السريع المتمردة عبد الرحيم دقلو في الأسر، وذلك حسب ما تم تداوله. وقال الناطق الرسمي للقوة المشتركة أحمد حسين مصطفى قال في بيان إن الاستخبارات ترصد تحركات دقلو الذي لا يزال مستمرا في الإشراف عن بعد على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في السودان، حيث يتنقل بين دول الجوار لحشد المرتزقة ثم يعود إلى الدويلة الراعية للميليشيا للإشراف على تحركات هؤلاء لارتكاب جرائمهم. ونصح أحمد حسين مما وصفهم بأبواق الميليشيا بعدم التسرع في نشر الإشاعات المغرضة، وقال إنه إذا ما أتى دقلو إلى أرض المعركة فالخيارات أمامه ستكون محدودة، إما أسره وتسليمه للقضاء السوداني في حال استسلم أو أن يسير على طريق من سبقوه إلى السماء ذات البروج على حد تعبيره. تقدمت منظمات المجتمع المدني السودانية بشكوى إلى المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف ضد ممثل المفوضية بمدينة أبش التشادية. وقال ممثل منظمات المجتمع المدني مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون الإنساني الصادق محمد أحمد قال إن ما قام به ممثل المفوضية في أبشي بدعوة مجموعة محددة من اللاجئين السودانيين إلى اجتماعنا مع سفير دولة الإمارات في تشاد يعتبر أمرا خطيرا وينافي قيم وأهداف المنظمة الدولية ويشكك في حيادها. وطالبت المنظمات بالتحقيق فيما بدر من تصرف وصفته بغير المسؤول من قبل ممثل المفوضية في أبشي وبالوقف الفوري للتنسيق والتعاون مع الدول الداعمة للحرب في السودان، وأن تمارس المنظمة الدولية دورها الإنساني المنوط بها وفق القوانين الدولية المنظمة لعملها. اتفقت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد النور وحزب المؤتمر السوداني على ضرورة الإسراع أو إسراع الخطى لبناء جبهة مدنية سياسية واسعة وشاملة تعالج أخطاء التحالفات وتضم جميع القوى المناهضة للحرب عدا المؤتمر الوطني وواجهاته. وناقش الطرفان في اجتماع بنيروبي تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في السودان في ظل تداعيات حرب 15 من أبريل، وقال إن الاجتماع شهد تطابقا في الرؤى حول مسببات هذه الحرب ومآلاتها، وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الحركة والحزب لمواجهة التحديات الراهنة، وشكل لجنة مشتركة على مستوى قيادي لتطوير التفاهمات الاستراتيجية بين الطرفين. طالب حزب المؤتمر الوطني المحلول رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان بالإسراع في تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مهنية غير حزبية تحظى بدعم القوى السياسية والمقاومة الشعبية. وقال في بيان إن مهمة الحكومة مخاطبة هموم المواطنين في دعم المجهود الحربي والاقتصاد والتعليم كأولوية عاجلة والخدمات الأخرى والنزوح واللجوء وضبط الأداء التنفيذي بالمركز والولايات. وأشاد بحركة قيادة الدولة الخارجية وبجهود الدبلوماسية السودانية وبجهود الدول الصديقة التي تصدت لخطط الدول المعادية والمنظمات المشبوهة التي تسعى للتدخل في السودان عبر مظلة العمل الإنساني لدعم التمرد والنيل من كرامة وعزة الشعب السوداني.
قال النائب العام السوداني مولان الفاتح طيفور إن التصويت على توصيات لجنة تقصي الحقائق الأممية سيكون نهاية أكتوبر المقبل، وأن السودان يحتاج لتصويت 24 دولة من مجمل 47 عضواً بمجلس حقوق الإنسان، مشيراً بحسب موقع المحقق أن اللجنة الوطنية قدمت للمجلس ملاحظات على كل فقرات التوصيات تضمنت تفنيداً لكل ما جاء في تلك التوصيات، متهماً اللجنة بالخروج عن اختصاصها والترويج لمقترحاتها بعمل سياسي واضح، مشدداً على أن السودان لن يتعامل مع لجنة وصفها بالخبيثة وأنه لم يعطيها تأشيرات لدخول البلاد، مؤكداً على حياد اللجنة الوطنية المختصة بهذا الأمر وعلى قدرتها على تحقيق العدالة بالسودان. وقال إن اللجنة الوطنية استوجبت أو استجوبت 36 ألف شخص في وقت لم تلتقي فيه اللجنة الدولية سوى 182 شخصاً في دول داعمة للتمرد. طالب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت قوات الدعم السريع بوقف الهجمات على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فوراً، وقال إنه في الأيام الأخيرة صعدت قوات الدعم السريع من حصارها الذي استمر لأشهر على المدينة، ما يهدد حياة مئات الآلاف من السودانيين الذين يواجهون المجاعة والنزوح. إلى ذلك قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرلو، قال إنه في اليوم العالمي للديمقراطية نحتفل بالشعب السوداني الذي ألهم العالم من خلال انتفاضته لرفض النظام القمعي والمطالبة بالسيطرة على مستقبله، مضيفا عار على أولئك الذين يشنون هذه الحرب على ذلك الحلم وتلك الشجاعة، نحن نقف مع الشعب السوداني في مطلبه الثابت بديمقراطية شاملة يقودها المدنيون. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات السوداني 24، تقبلوا تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.